السلام عليكم احلى المشاهدين، انا جيت عاوتاني وجبت واحد الموديل طاحت عليا الفكره وبغيت نشاركها معكم. فكره بانت لي مزيانه بزاف بزاف بزاف، ويلا نخرجوا منها فكره رائعه للنحفات والسمينات، يعني طاي ستوندار بواحد الطريقه محال طيح لكم على بالكم. الثوب اللي عندي كوبو ديال الثوب، يعني مترين خمسة وعشرين، مترين وربع. نتنيو الثوب عاديا على اثنان كيف ستشوفوا في هاد الجهة المفتوحة، في هاد الجهة المفتوحة ناخد من هنا لهنا متر ديال الثوب، متر وندير نقطة بهذا الشكل، هنا متر أو مئة سنتيمتر. ثم هذه الجهة المسدودة المقابلة سنأخذ متر وثلاثون، وكنعمل نقطة بهذا الشكل. النقطة ديال متر لهذه النقطة ديال مئة وثلاثون نربط بشكل مقاد بهذا الشكل، نربط بهذا الشكل. ثم ناخذ المنتصف، يعني هذا الجزء هذا نربط بشكل مقاد، عندي هنايا 70، يعني ناخذ 35 جات هنا، ونعمل نقطة في الوسط، نطلع هنا بقيمة 7 سنتيمتر بهذا الشكل، ثم هنا 7، ثم هنا 7، ونمشي بهذا الشكل هذا انطلاقا من 7، نمشي بهذا الشكل غنحصل عليه. نجي لهذا الجزء هذا نغشي بهذا الشكل في الوسط القليل، ونخيط 2 سنتيمتر حتى الأعلى من الجهتين. من بعد ما خيطنا هاد الجزئين هادو نجيو لهاد الجزء هذا ونتنيو قليل جدا، ثم نعود التنية ديالنا بهذا الشكل ونخيطو بالكامل حتى لهنا. الآن نشتغلو في الجزء العلوي، نخليو هاد الجزء هاكا مسدود، ونجيو لهاد الجزء ديال الوسط، ندخلو من هنا لهنا 6 سنتيمتر، ونعملو نقطة، ثم ننزلو من هنا لهنا 15 سنتيمتر. ونخيطو من بعد ما خيطنا هنا نفتحو بهذا الشكل، نفتحو هذا الجزء هذا على الوسط، نحطو الوسط مع الوسط ونخيطو هنا، تصبح عندنا هذا الشكل هذا في الخلف، نرجعوها كما كانت. نجيو لهذا الوسط هذا نفتحو التوب بالكامل، ثم نجمعو في هذا الوسط هذا بهذا الشكل، بحيث ان هذا الجزء هذا على هذا الجزء اللي خيطناه. لاحظوا معايا هذا الجزء وهذا الجزء نجمعوهم على الوسط. من هذا الوسط لهنا نخرجوا ب 7 سنتيمتر. الان غادي نقادوا عنق الخلف 7 سنتيمتر، ومن هنا لهنا 7 سنتيمتر الوسط 7 7، من هنا غادي نخرجوا باثنان، ومن هنا باثنان،
ونقادو العنق ديالنا. وقطعو الان نزلو من هنا لهنا ب 7 سنتيمتر، يعني مشينا من هنا لهنا 7، من هنا لهنا 7، ابتداء من هنا لهنا نزلو ب 7. نخرجو هنا ب 2 وهنا ب 2 2 2 ونقادو العنق ديالنا ديال الأمام ونقطعو. غادي نرجعو لهاد الجزء هذا، غادي نثبتوه بالإبر باش يجينا الوسط على الوسط ويجيونا الأكمام مزيانين، يعني 5 سنتيمتر الوسط. من هنا لهنا ب 3 سنتيمتر نخيط هذا الجزء ونقطع، وهنا ب 3 سنتيمتر. نقطع الزياده من بعد ما خيطت، نقطع الزياده ثم هنا نزل من هنا لهنا بسبعة، ثم ندخل بهذا الشكل هذا هنا 4 سنتيمتر ونمشيو بشكل عمودي للأعلى بهذا الشكل هذا، ثم هنا نخليو هنا قيمة الخياطة 1 سنتيمتر. لاحظوا الشكل اللي صبح عندنا امام والخلف، والان الاكمام. ثم ناخذوا هذا الجزء هذا ديالنا، لاحظوا هذا الجزء المدني هنا، الجزء ديال التركيز اللي قديناه نحطوه هنا، نعاودو نقادو عليه بهذا الشكل، مفهوم؟ راهو. ثم نشوفو طول ديال الكم ديالنا، طول الكم 2.60 سنتيمتر داخله فيها قيمة الخياطة، وهنا 5 أصابع
ونضرب نقطه داخله فيها قيمه الخياطه ونزيدوا قيمه الخياطه ونلاقيو مع هذا الجزء هذا هنا هذا الشكل. لاحظوا الكول اوفيسي باش يجينا مزيان. ثم ناخذ نصف عنق الامام زائد نصف عنق الخلف بدون اضافة قيمة الخياطة. لاحظوا نصف عنق الامام زائد نصف عنق الخلف جاتني الورقة بالكامل. نزيدو نضبطو ثم ناخذ هنايا 3 سنتيمتر داخله فيها قيمه الخياطه فيها كل شيء نمدوها حتى هي لهنا بهذا الشكل. ثم نجيو لهنا ونطلعوا ب 0.5 بهذا الشكل هذا. ثم هنا ناخذ نصف عنق الخلف بوحدو يعني هذا الجزء هذا ديال الخلف وضعوه هنا تقريبا 8 سنتيمتر بهذا الشكل ونلاقي هنا بهذا الشكل هذا نصف عنق الخلف هو اللي نحطوه ونلاقيو بهذا الشكل هذا مع العمودي مع هذا الجزء هذا بهذا الشكل. ثم ناخذ 3 سنتيمتر حتى هنا نعاودو ناخذوها يعني هذا 0.5 اللي نقصناه هنا نزيدوه بلاصتو ونعاودو نلاقيو هنا هذا كول اوفيسي ولا بيت كول عندهم نفس الطريقه. نجي لهذا الجزء هذا نقسمه على 2 متساويه ونعاود نعمل خط موازي لهذا هنا نخرج 0.5 وهنا 0.5 لان هذا العنق باقي ما كملناش باش يجيكم رائع جدا فهذه هي الطريقه الصحيحه. ثم هنا 0.5 كاين اللي تيعمل بانداوي قاد ولكن ما تيجيش زوين 0.5 بهذا الشكل دائما تنخدموا بالسنتيمتر. لاحظوا نتنيو القماش على 4 دائما عرضيا. لاحظوا كيفاش كان هذا هو الجزء العلوي نجمعوا هذا الجزء ونحطوه هنا الجهه المتنيه على 4 نجيو لهذا الجزء العلوي ناخذ شكل دائري جميل ندخلو هنا بحوالي 1.5 وهنا ب 1.5 وناخذ هذا الشكل هذا. نقلبو هذا الجزء هذا قبل ما نقلبو ضروري اننا هذا الجزء الدائري دائما الدوائر تنضربوا بهذه الطريقه هذه بدون الوصول للخيط باش يتقلب لينا وتقلب بشكل جيد. وهذا هو الشريط اللي تصبح عندنا. ناخذ العنق ناخذ الكول ديالنا بهذا الشكل هذا هو العنق نجيو لهنا ونخيطو
فقط 0.5 حتى النهاية، بحيث أن الداخل يكون مع الداخل. ثم ندفن هنا 1 سنتيمتر، أقل 0.5 سنتيمتر، ونعود الخياطة حتى للآخر، ونحصل على هذا الشكل هذا. لأنني بغيته صغور، بغيته كبر عملو أكثر من 3 سنتيمتر، أنا بغيته غير في هذا القياس هذا. لاحظوا بالنسبة للأكمام نخيطو لغاية هاد 4 سنتيمتر، نخليوها ونخيطو الباقي حتى لهنا. يصبح عندنا هذا الشكل هذا، لأن هاد المونش يتسمى مونش كاري أو أكمام مربعة. لاحظوا معايا هذا الجزء هذا، نجيو لهذا الجزء ديال الأكمام نحطو في الوسط، يعني الوسط ديال هذا الجزء اللي خدمناه نحددوه بهذا الشكل، ثم نحطو عليه هذا ونثبتو، ثم نجيو للأعلى الوسط اللي حددنا هنا مع هذا، ثم نجيو بهذا الأكمام هذه لهذه هنا، نطلعو وعاود نقادو مع الجزء العلوي. هذا هو الشكل النهائي. لاحظوا بغيتو تخليوها بهذا الشكل هذا خليوها، بغيتو تزيدو ليها الازرار زيدوهم، بغيتو تجيو لهذا الجزء هذا غير من هنا لهنا ديروا خياطه اللي عجبكم، يعني تلقاو عندكم اختيارات النهائية، ممكن أنها تبقى بحال هذا الشكل هذا وتلبس تحت منها شيء آخر في الأحمر أو الأصفر أو أي لون، لأنه تيناسب هذا الأسود والأبيض، ألوان كثيرة اللي ما طاح لكمش على البال، مثل الأحمر مثل الأصفر مثل البوردو، هاد الألوان هادو أو الأبيض أو الأسود، في الأسود تبقى عندكم كامل الاختيارات في التناسق، وممكن انكم تجيو على بعد 8 سنتيمتر من هنا وتخيطوا الا بغيتوها تلبسوها غير بوحدها حتى لهنا، وتبقى الفتيحه تجي رائعه ايضا. لاحظوا الجانب، ما تخيلوش كيفاش جات في اللبسه، رائعه جدا جدا. هذا هو الشرح ديالي اليوم لهذا البلوزة الربيعية والصيفية، وجميع جميع جميع الأثواب يتناسبوا معها. إلى عجبكم الفيديو ديالي من طبيعة الحال ما تنساوش اللايك، الاشتراك، التعليق ولو بكلمة واحدة، توصلوا معي عبر جروب الفيسبوك خياطة تريكو مع مونيا، وهو جروب نسائي مغلق، يعني طلبوا الإضافة وحنا غادي نضيفكم إن شاء الله. ما تنساوش تابوناو معايا في الانستغرام، وهو كوتور مونيا كوتور، عفوا كوتور اي باسا، بدو بنسوم بحفظ الرحمن ورعايته. السلام عليكم.